السلام عليكم الاخوان، مباشره من فرع مرسيدس. كما كتشوفوا الجي ال سي، كنا فايتين شرينا واحد جي ال سي 220، ولكن هذه 350. الله يبارك. كما كتشوفوا من الفرع ديريكت الاخوان، السياره نقيه بزاف هي اللي كتبناها اليوم كما كتشوفوا في مدينه بورن، والسياره ان شاء الله باذن الله غادي تمشي للطاليان الميلانو. السلام عليكم الاحباب عشاق السيارات ومتابعين قناه سيسن الجرماني. اليوم الاخوان عندنا واحد السياره لي سبيسيال بزاف اللي بزاف ديال الاخوان تيبغيوها، وهي المرسيدس جي ال سي الاخوان، الكاتكا ديال المرسيدس مع شوقات الجماهير. اليوم الاخوان جانا واحد الكليان من ايطاليا اللي باغي هذه السياره هذه، ومهم هو كانت كيتوفر فيه واحد الشرطه الاخوان لهاد الفروع هادو كما كتشوفوا معايا ديال المرسيدس بنز، ضروري كيطلبوهم. شنو هو هاد الشرط؟ هذا هو يكون عندك الفلوس فيرمو في البنك. هاد الفروع الاخوان ما تيقبلوش الكاش. انا ملي السيد قال لي يا ودي نقدر نخلص بالفيرمو، سهل عليا الماموريه وبديت كنقلب غير عند هاد الفروع هادو. علاش الاخوان؟ لان هاد الفروع عندهم الحديد نقي بزاف كما غادي تشوفوا معنا، وبالاضافه الاخوان تيعطيو واحد الكارانتي، واحد الكارانتي اللي زوين بزاف، كيعطوك غير واحد الكود، وانت في اي بلاصه في العالم خسرت لك الطوموبيل سير صاوبها وعطاهم غير داك الكود وتهنى اخوتي. المهم دابا الاخوان كما كتشوفوا معنا غتمشيو تشوفوا معنا السيارات كما كتشوفوا، هاد الفروع كما قلت لكم شوفوا السيارات اللي حاطين، الله يبارك حاجه مزيانه. وحنا هذه هي السياره اللي عزل الاخ جي ال سي كوبي 350، ماشي هي 220، لان 350 كاين شويه ديال الفرق عليها وعلى 220. هي كتجي الاخوان واحد شويه كبيره، والموتور ديالها كيجي قوي بالنسبه لل 220. اجيو اخوتي تشوفوا معنا. المهم هذه هي السياره، هي واحد القضيه نبغي نقول لكم الاخوان، المرسيدس راه غاليه، المرسيدس غاليه، يعني الفلوس اللي تقدر تحط في هذه تهزهم تحطهم في الاودي تعطيك اوبسيون احسن. المرسيدس الاخوان الا بغيتي شي حاجه فول اوبسيونال غاليه غاليه بزاف الاخوان، هادشي راه معروف حيت الاسم ديالها راه. اجي نشوف الاخوان من الوراء باش تعرفوا السياره على من تنهضر. المهم هي هذا الاخوان جي ال سي، فاش كنا كنتقلبوا على هاد السياره هذه خصكم، هي سميتها جي ال سي، هذه هي جي ال سي العاديه، هذه جي ال او جي ال سي العاديه تيكونوا بحال هكا، هادو نورمال، ولكن هادو الاخوان هذه كتسمى كوبي، جي ال سي كوبي، لان الاخوان من بعد ما البي ام كان دارت الاكس كات اللي هي اول شركه في العالم غتشد السياره كوبي وغتردها اي سوفي، هي اللي دارت اول فورما دارتها البي ام، وعاد تبعتها الاخوان المرسيدس في الفئه ديال الاكس كات دارت المنافسه ديالها هاد جي ال سي، وفي الفئه ديال الاكس 6 نافستها بالجي ال او اللي راه هي الاخوان حتى هي كاينه هنا، ولكن حنا اليوم جينا نهضروا هنا كما كتشوفوا. هما الاخوان هذه هي السياره كما كتشوفوا، الكروم تبارك الله وصل على النبي لاعب اللعب ديالو، والسيارات فاش كنجيو هنا هنا ما تحتاجش الاخوان تقلب على النقا ولا تحتاج تجرب الطوموبيل ولا، انتم غتشوفوا معنا النقا اللي كاين في الطوموبيل. واش الدراري انتم كما كتشوفوا حنا كنتقهواو عند القهوه ديال المرسيدس. المهم الاخوان كما كتشوفوا السيد كما قلت لكم غادي يشريها، خصو الشركه، هذوما الوريقات اللي خاصنا ضروري، خاصنا نجيبو لهم هاد الوريقات هادو، وهما خصهم عندهم يقلبوا على ديك الشركه، كيديروا واحد البحث ديالهم، كي هادشي كيبقى واحد النهار ولا يومين حتى كيعطيونا الاوكي، عاد ديك الساعه نقدروا نخلصوا الطوموبيل ويديها مولاها. هادشي كامل كنديروا على حساب ديك 19% ديال الضريبه. ومن دابا حنا غادي نشربوا واحد القهوه، وانتوما سيروا ضربوا واحد الدويره في هاد الصالون تشوفوا السيارات اللي عندنا. هانتوما السي خالد الله يحفظه خلاني نجرب الطوموبيل قبل ما يطلع فيها هو. صراحه انا اخوتي السياره هذه 350 اللي معنا سياره عوده في الطريق، الله يبارك. انا فايت سايكل 250، يعني مرسيدس كيتبدل غير الرقم كتبدل معاه الكونفورم، كتبدل معاه اي حاجه. يعني الاخوان الالماني الا قال لك راه هذه 220 راه غتحس بها 220، قال 350 يعني كتحس بلي الالمان الاخوان تيخدموا، ماشي غير كيجيو كيحطوا دوك الرقم هكا. سيارة الله يبارك فخمة بزاف كلاس، والله يدخل على خويا خالد بالصحة والسلامة، أحسن وأطيب خلق الله. سيارة نقية بزاف هي اللي كتبناها اليوم كما كتشوفوا في مدينة بورن، والسيارة إن شاء الله بإذن الله غادي تمشي للطاليان الميلانو. السيارة الإخوان باك أ إم جي كما كتشوفوا، فيها
هي نوار والكروم الاخوان تبارك الله وصلاح النبي لعب فيها كامله باش كتعرفوا الباك اي ام جي كيكون حتى من البوانيه الاخوان بحال هكذا نص كروم ونص كحل لي جونط عندنا ديال 20 الاي ام جي وانتم الاخوان السياره راه ديال 2019 الله يبارك انتم سياره نقيه ونقيه بزاف عندنا فيها الكارانتي الاخوان لان شاري من عند الفرع وراكم عارفين فاش كتشري من عند الفرع سير وكون مهني السياره كما قلت لكم غادي تمشي الميلانو وهانتوما مع راه كتبات الاخوان غادي يقلعوا راكم عارفين بقينا غادي نمشيو حتى حتى للطاليان وراه حنا في الالمان الاخوان مرسيدس ام جي بالنسبه للسياج ديالها هما هادو هانتوما الكوير وهذا الاخوان الانتريور ديال سي كلاس المزيج بين خشب وكروم وكوير كما كتشوفوا معنا طوا اوفرو الله يبارك الحباب هانتوما شوفوا لها من الجهه الاخرى شتو شويه السياره من هنا جي ال سي الاخوان الوقفه ديالها وقفه واعره 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 بزاف وفيها لي موداليتي سبورت بلس يعني في الطريقه خوتي راك صايق وحش صايق وحش وعندها واحد الكونفورت في السوقه ديالها ما نكذبش عليكم الاخوان كلاس بزاف هذا هو الباب كما كتشوفوا معنا الاخوان الجلد والخشب لي سياج ريسكال دابل الله يبارك هذا هو الفولون كما كتشوفوا معايا سبورت ديال الاي ام جي ليكرو عندنا ليكرو كبيره اخوتي هانتوما الله يبارك الحباب هذا هو السويريت ديالها وبالنسبه للمينو وداكشي ديال الاخوان شرحنا فايتين اخوتي شارحينو دابا حنا كنوريكم غير النقل في السياره انتما حنا مطيحين الكراسي انتما الحباب المغرقه ديالها راه ماليه طوموبيل واحد النقا ما نهضروش عليه انا كنت نيت جيت اخوتي كونترولي الطوموبيل شتها وكذا فهمتوني يعني الاخ اليوم جا غير يكتب وغادي يمشي بحالو انتما الحباب النقا اللي غادي يمشي لميلانو وهذا هو النقا اللي كيجيو لنا عليه الناس من ليطاليا الاخوان انتما الحباب يا سلام الله يدخلها بالصحه والسلامه الاخونا وبالنسبه للمحرك ديالها هذا هو اللي كتشوفوا معنا يا سلام شوفوا النقا انا قلت لكم هذا الفورو عادو دير على المرسيدس ما تحتاجش تهضر على النقا وسمعوا الصوت ديالو الصوت ديالو هذا ما تقولش راه ديزل هذا المحرك اللي معنا الاخوان فيه 6 ديال السيلندر حيت هذه راكم عارفين الموتور كبير حيت هذه السياره هذه جي ال سي كوبي 350 هذه 350 كتجي الاخوان كبيره شويه مقارنه بال 220 لهذا كيحطوا فيه هذا الموتور هادو ديال 6 ديال السيلندر اللي كيولدوا لنا 258 دخيل الله يبارك وهذا هو النقا كما كتشوفوا شوفوا تبارك الله وصلى على النبي النقا ديال هاد الفروع ما تحتاجش لا تجرب لا والو حيت هادو الاخوان تعطوك غارانتي غارانتي اوروبي تعطوك واحد الكود وداك الكود في ما وقفات لك الطوموبيل كتمشي تعطيهم تصاوب الطوموبيل ديالك وتعطيهم داك الكود فهمتوني ها انتم الاخوان شوفوا تبارك الله وصلى على النبي الطوموبيل نوفو 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 الله يبارك الاخوان ها انتم ومهم الحباب كما شفتوا معنا هذه هي السياره اخوتي هذه السياره هذه شريناها شراها السيد على حساب الشركه ديالو في ميلانو لهذا بعدا سنخلصوا التيفيه هي كانت الاخوان بالتيفيه دايره 43000 ديال الاورو وغترجع ليه 19% لانه هو شراها على سميت الشركه يعني هذا الشيء كيتعد بحال شي حاجه ديال العمل على سميت الشركه للشركه لهذا التيفيه ديالو غادي يديها من المانيا غترجع ليه هاد الطوموبيل الاخوان تقامت نقولوا بديك 36 35000 ديال الاورو والسياره الاخوان يلا كي ضربه 100000 كيلومتر اخوتي المهم ما تنساوش الاخوان تعطونا الراي ديالكم في السياره اللي معنا اليوم في المرسيدس عارفكم بزاف اخوتي كتعشقوها واي واحد خاصو شي سياره يكتب لنا الاخوان هذا هو الرقم وما تنساوش تباركوا لي اخويا خالد الله يدخل عليه في الصحه والسلامه وتحياتي لكم الاخوان